أخافه ذاك البريق في السماء عند طفولته ليجعله يتساءل ويبحث عن الرعد والمطر، فشب في خطوات حملته ليتعلم كل ما يتعلق بالفصول والمواسم والطقس، الأمر الذي دفعه ليسافر في رحلة طويلة باحثاً ومستكشفاً عالم الفلك والفضاء. إنه صاحب المئة عام الذي عاصر الكثير من الأحداث المهمة في بلاده، رفد المكتبة العربية بالعديد من الكتب. إنه نجم لامع في سماء تخصصه، عالم الفلك الكويتي الدكتور صالح العجيري. منحته الصحراء التي ولد فيها المساحة الشاسعة للتأمل والنظر إلى النجوم الدوارة في سقف السماء الكبير. ولد عالم الفلك صالح العجيري عام 1920 في الكويت في بيئة متواضعة يغلب عليها الطابع البدوي. أرسله والده في الصغر إلى البادية لكي يعيش حياة القبائل، ليتعلم الصبر والقدرة على التحمل وتعلم الفروسية وحمل السلاح. في الكتاتيب تعلم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث وأساسيات اللغة الإنجليزية. جره شغفه إلى خارج حدود الوطن، حيث سافر العجيري إلى مصر باحثاً عن مؤلف كتاب المناهج الحميدية في حسابات النتائج السنوية، وهناك نبش في هذا العالم الخفي وتميز فيه، إذ شهد تأسيس مرصد القطامية ليبدأ بعدها بالتواصل مع المراصد حول العالم، وكان من أهمها مرصد غرينتش ومرصد البحرية الأمريكية، ومنحته مدرسة الآداب والعلوم التابعة لجامعة الملك فؤاد الأول في عام 1946 شهادة مدارس المراسلات المصرية، كما حصل عام 1952 على شهادة من اللجنة الفلكية العليا للاتحاد الفلكي المصري تقديراً لأبحاثه. وتوالت زيارته لبلاد كثيرة بعدها، منها الولايات المتحدة الأمريكية، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين وغيرها الكثير من البلدان. إن الناتج العلمي للراحل يمتاز بالوفرة والتنوع، فخطت أنامله بعد سبره العميق إصدارات عدة، بداية من تقويم الحائط ونتيجة الجيب ومفكرة الجيب وأجندة المكتب مذكرة الطاولة. ولعل أحد أبرز إنجازاته هو إصدار تقويم العجيري الذي يعد مرجعاً علمياً للتقاويم في العالم العربي والإسلامي. كما قام العجيري ببناء مرصد فلكي على مساحة 1000 متر في الزاوية الغربية الجنوبية من منطقة الأندلس، وقام بشراء القبة الخاصة به من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973، وفي عام 1980 قام بإنشاء مركز علوم الفلك والأرصاد الجوية بالنادي العلمي الكويتي في منطقة جنوب السرة. نال العجيري العديد من الأوسمة والنياشين، حيث قامت كلية العلوم بجامعة الكويت عام 1981 بمنحه الدكتوراه الفخرية، وهي أول دكتوراه فخرية تمنحها جامعة الكويت. وتم تكريمه أكثر من مرة في النادي العلمي الكويتي، وكرم من قبل جمعية المعلمين الكويتية، وتم تكريمه من قبل الشيخ سالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي عام 1977، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في عام 2005 وغيرها الكثير من الجوائز والتكريمات. انطفأ نجم عالم الفلك صالح العجيري في 10 فبراير عام 2022 عن عمر قارب 2 سنين بعد 100، مخلداً سيرة عظيمة كعالم وعبقري عربي وخليجي.